22/8/2011 حمص بابا عمر، آثار الدمار في منطقة بابا عمر بعد الحملة العسكرية التي جابت المنطقة. فهذه ضربة الار بي جي في المنزل، وهي طلقات الرصاص. هذا الاعتداء على البيوت الآمنة. 22/8/2011 حمص بابا عمر. وهذا البيت الذي ضرب والدمار الذي ضرب في مواجهة المؤسسة والدبابات والمتاريس. هذه هي المؤسسة والدبابات والمتاريس. ما تجي صراصير الأسد. وتم ضرب جميع المحلات في منطقة بابا عمر. وهي ضربة ار بي جي مقابل المؤسسة. صوروا يا شباب. وهذه القذائف في حيطان محلات بابا عمر، المحلات المقابلة للمؤسسة. وهذا القصف في الشارع المقابل للمؤسسة الذي يتمركز فيه الجيش والقناصات والمتاريس.